Hello everyone, it's me Mr. Qasrour again with a new recording. طلابي طالباتي الكرام، أهلا بكم بفيديو جديد وهي الحلقة الرابعة من سلسلة اللغة الإنجليزية للصف السادس الإعدادي. اليوم راح نأخذ أول قصة وزارية مطلوبة وهي قصة زيد طارق والقرش. شنو المغزى من القصة؟ أنه لها سؤال خاص بالامتحان الوزاري، أسئلة القطع. بس راح أفهمكم شنو طريقتي أني عموما بالمدرسة، شلون أتعامل ويا القطعة. القطعة برأيي مو لازم أنه تقرون سؤال وجواب، هذه الخطوة الأخيرة بالنسبة لي. طريقتي واللي راح أطبقها هسه هي أنه أقرأ القصة بالتفصيل. كون أنت عزيز الطالب وعزيزتي الطالبة، كون أنتو تفهمون بالتفصيل شنو اللي يصير بالقصة. حاولوا تتخيلوا الموقف قدامكم كخيال يعني، حتى تفهمون القصة. حتى لو تفهمها بالعربي مو مشكلة، لأن مسألة السؤال والجواب هذا إذا فهمت القصة كلش راح يسهل عليك الحفظ، وقبلها راح يسهل عليك أيضا الفهم. فإن شاء الله اليوم راح ناخذ قصة زيد طارق، وبنهاية الحلقة إن شاء الله راح تكون القصة عليكم سهلة جدا وراح تبقى على مدى سنوات، أأكد لكم هذا الشيء. طيب طبعا أذكر أنه هذه السلسلة سلسلة السادس الإعدادي والثالث المتوسط اللغة الإنجليزية برعاية مركز اللغات البريطاني في العراق اللي أنا أحد المدربين به. كذلك نقدر وتقدرون تشوفون الفيديوهات كلها سلسلة على صفحة وقناة مركز تنمية الإبداع الدولي في العراق، وعلى قنواتي الشخصية على يوتيوب وعلى البيج الخاص بي على اليوتيوب مستر قصور انجلش، وعلى الواتساب متوفر 24 ساعة، وعلى البيج الخاص بي انجلش وذ قصور. طيب خلينا نبلش بقصة زيد طارق، بس بداية خلينا نفهم شنو اللي صار بيها من احداث. فخلينا نبلش، let's get started. اوكي طبعا انا مثل ما تشوفون كتبت لكم القصة، وكل مقطع امام ترجمته حتى يكون عندكم واضح الفكرة جدا. It was a calm morning in the beautiful seaside town of Sharm el-Sheikh, Egypt. كان صباح هادئ في مدينة شرم الشيخ الساحلية الجميلة في مصر. طبعا calm يعني هادئ. اوكي هسا انتم تخيلوا قدامي اكو فد يعني في شرم الشيخ وهي مدينة ساحلية جميلة، كان في ذات صباح جميل. هذا الباك جراوند، خلفية القصة، المشهد اللي قدامك. 20-year-old Zayd Tariq, a tourist from Iraq, was floating peacefully 150 meters from the shore when he felt something push him. Zayd Tariq اللي عمره 20 سنة وهو سائح من العراق كان يعوم أو يسبح بكل أمان وبكل سلام على بعد 150 متر من الساحل. وهو على هذا البعد حس شيء جاي يدفعه. طيب خلينا نشوف شنو اللي صار. I didn't know what it was. هاي العلامة شباب، شوف هاي معناها أن الكلام هذا منقول نصا عن زيد. هذه علامات الاقتباس. I didn't know what it was, he told reporters. قال للصحفيين بالبداية ما كنت أعرف شنو هذا الشيء اللي كان يدفعني. I thought. Thought يعني اعتقدت، يعني كان ظنيت يعني. Perhaps my airbed had hit a piece of wood. اعتقدت إنه الأيربد مالتي نايم عليها وما جاي يسبح بجسمه، نايم على وساد هوائية وجاي يسبح. اعتقد إنه هذه الأيربد مالته ضربت قطعة من الخشب، لذلك أكو شيء اندفع. Then it pushed even harder and I fell into the water. يعني الدفعة صارت أقوى بعد فسقطت بالماء. That's when I saw it was a shark. هاي اللحظة شفته كان قرش. Shark يعني قرش. أوكي هسه على الشاطئ 150 متر عن الساحل، زيد نايم على airbed. airbed متكونة من مقطعين، air اللي هو الهواء، bed معناها سرير. اوكي نايم على هذا airbed وبكل امان ومرتاح ومتونس، وهاي اللحظة حس اكو شي دفعة. بعدين صارت الدفعة اقوى، خلته ينقلب بالمي وشاف انه هذا الشي هو
Shark. Okay. He was trying to swim away when the shark bit his arm. اللي هي قاعدة طبعا على زيد، يقول كان يحاول انه swim away يعني يسبح بس يعني ينهزم، يعني سباحة يعني الغرض الهرب. When the shark bit his arm. Bit هاي bit هو فعل ماضي للفعل bite يعض. Bite تنتهي بـ e حاذ فيها وصايرة bit، هذا فعل شاذ طبعا. طارق who was losing a lot of blood and thought he was about to die. طارق اللي كان losing يعني جاي ينزف، يفقد a lot of blood طبعا بسبب blood sorry بسبب العضة طبعا، صار عنده انه قام ينزف دم، فهو اعتقد انه على وشك الموت. He was about to die معناها كان على وشك الموت. Screamed يعني صرخ او عاط او صيح. As loud as he could بأعلى صوته، قام يصرخ بأعلى صوته. I was praying to God to save me. كنت أتضرع وأصلي لله. طبعا الصلاة هنا ما مقصودة أنه يقعد لزم سجادة ويصلي ويقدر يعني يسوي الصلاة التقليدية، هنا التضرع يعني أرجوك ساعدني يا إلهي، هذا اللي يسموه praying التضرع والصلاة. He said قال أنه كنت أصلي بهاي اللحظة، كنت أصلي لربي أنه ينقذني. When some dolphins swam up and frightened the shark away. هاي اللحظة اللي أنا كنت أدعي بها وأتضرع، أجت بعض الدلافين وأبعدت القرش مثل خوفته، خلته يتجنب ما يقترب لي، أبعدت عني. There were at least six of them. At least يعني أقل شيء، أقل شيء يعني يجوز أكثر. There were at least six of them. كان أكو ستة منهم على الأقل، ستة مقصود بهم الدلافين. And they made a circle around me. Circle. سووا دائرة. Circle مو circle. Circle around me يعني سووا علي الدلافين دائرة طبعا حتى يحموه، سووا دائرة حتى يحموه. The shark couldn't get near me. القرش ما قدر يوصل لي بعد، ما الدلافين تمنعه. Coast Guard جميل العلوي، طبعا Coast Guard هم خفر السواحل أو حرس السواحل، طبعا هم يعني ناس تختص بحماية السباحين والأمن طبعا على السواحل. Coast Guard جميل العلوي هذا اسم مهم. خفر السواحل جميل العلوي heard سمع طارق screams، سمع صرخات طارق. تعرفون طارق كان يصرخ، فجميل العلوي سمع صرخات طارق. And rescued him by boat، أنقذه بالقارب، راح له بالقارب وأنقذه. While he was giving طارق first aid، first aid يعني الإسعافات الأولية اللي تعطى للشخص اللي يفقد وعيه أو ينجرح لحد ما يوصل للمستشفى. بينما كان جميل العلوي ينطي طارق الإسعافات الأولية، his partner يعني شريكه بالعمل، his partner أحمد المصري. صار عندي جميل العلوي اللي أنقذ زيد بالبوت، وصار عندي أحمد المصري، سوى أحمد المصري اللي هو شريك جميل العلوي، called the emergency services خبر خدمات الطوارئ حتى يدزون إسعاف. An ambulance was waiting for Tarek on the shore. كانت أكو على الشاطئ، أكو كانت سيارة إسعاف. And he was immediately taken to the hospital at Sharm el-Sheikh. وفور ما وصل للساحل رأساً الإسعاف أخذته إلى المستشفى في شرم الشيخ طبعاً حتى يتلقى العناية الطبية. It was the most frightening day of my life. كان أكثر يوم مخيف بحياتي، أكثر يوم مرعب، هو الشيء حقه. طارق told reporters from his hospital bed وهو نايم على سريره بالمستشفى، أخبر الصحفيين، لأن تعرفون هذه الحادثة جابت الإعلام والعالم كلها تحكي بها، فراحوا لطارق فقعد يسولف لهم اللي صار، فقال إنه هذا كان أكثر يوم مخيف بحياتي. frightening مخيف. That shark wanted to have me for breakfast. للمزحة قال إنه هذا القرش راد يتريق بي. But the dolphins saved me. لكن الدلافين أنقذتني. Thank God. والحمد لله.
شكرا لله. قصة بسيطة ولطيفة عن شخص يسبح وجاء قرش وكعب المي وعضه، ولكن جت دلافين وأنقذته، وبينما هو كان خائف وكان يتضرع كان يصرخ كذلك، فأجا خفر السواحل أخذه وأخذته بعدين الإسعاف إلى المستشفى وتلقى العناية الطبية. طبعا هو شنو زي الطارق، هو كان في سياحة. هسه هنا احنا فهمنا القصة، ولكن بما نحن مطلوب بالوزاري مو نحكي قصة، مطلوب من عندنا نجاوب على أسئلة محددة. خلينا نشوف شنو محضر لكم بالنسبة لزي الطارق. أكو بالكتاب أكو سؤال مهم جدا اللي هو يعطينا اختيارات، وهذا جاي وزاري، هذا السؤال جاي وزاري مهم ويعتمد على فهمك للقصة. خلينا نشوف نقطة نقطة. هذا السؤال الأول ورانا سلسلة طويلة من الأسئلة. زيد طارق واز يعني زيد كان أي، هل هذه اختيارات طبعا، a bad swimmer سباح سيء، لو on holiday كان في عطلة، لو working in Egypt لو كان يعمل في مصر. احنا ذكرنا كلمة tourist أول نص، أول نص أول صورة، tourist يعني سائح، يعني هو كان في عطلة لا كان سباح سيء، أصلا ما كان يسبح، هو كان يعوم على إيربت، ولا كان يعمل في مصر لأن احنا ذكرنا أنه هو كان تورست. فإذا راح يكون الجواب B on holiday. 2 when Zayd Tariq was attacked by the shark attack أو في الإيتي attack يعني هاجم، يهاجم فعليا، يهاجم شخص بسكينة مسدس أو يهاجم يضربه، وحتى في الرياضة attack يهاجم attacker اللي هو المهاجم، مهاجمنا العظيم كريم بنزيما جالط الملايين. When Zayd Tariq was attacked by the shark لما زيد طارق هوجم عن طريق القرش، يعني لما القرش هاجم زيد طارق، he مقصود به زيد A was on a boat كان على قارب وهاجم القرش، no. B hit it with a piece of wood يعني ضرب القرش بقطعة من الخشب، no. C was lying on a plastic mattress كان نايم على ماترس اللي هي شلون نقول سرير أو فراش، فراش بلاستيكي. lying يعني مو يكذب، lying يعني مستلقي أو من جطل. والجواب طبعا هو لما هاجم القرش ايش كان يسوي هو، he was lying on a plastic mattress. let's go to 3 and see what we have. 3 طارق بس شوي، A was bitten by a shark يعني عضه القرش، B lost his arm يعني فقد ذراعه، طارت ذراعه، أكل القرش أخذه، لو C was not hurt at all لم يصب بأذى على الإطلاق. طبعا هو القرش عضه بس ما شلع ايده، ما شلع ذراعه. so the answer is A was bitten by a shark. okay. 4 6 dolphins ايش سوت هاي 6 dolphins؟ A bit the shark هذه 6 dolphins عضت القرش، B made a lot of noise سوت ضجة وضوضاء هذه الدلافين، C protected طارق حمى طارق. شوفوا يا شوفوا شلون الفضاء، protect protect مو protect protect يعني يحمي، فبالإيدي صارت ماضي. إذا الجواب هي سوت الدلافين عضت القرش، لو بس مجرد سوت ضوضاء وضجة أو حمى طارق. The answer of course is C protected طارق. Let's go to number 5. طارق was rescued. rescue يعني ينقذ. هنا أنا was rescued يعني حالة الباسيف مبني للمجهول، يعني أنقذ، تم إنقاذ طارق A by sea عن طريق البحر أنقذ، by air بالهواء يعني أنقذ بالبحر أم في الهواء، لو C by two children بواسطة طفلين، لا يعني هو الطفلين ماكو أصلا قصة للطفلين بالقصة زي طارق، ما جبنا طارق أصلا two children. إذا هو أنقذ عن طريق البحر يعني في مركب، أو أنقذ عن طريق الجو اللي هي B. Of course, he was rescued by boat by Jamil al-Alawi. So, the correct answer is definitely A. He was rescued by sea when Jamil al-Alawi took him by boat to the shore. Last one, number 6. When Zayd Tariq got back to dry land, لما عاد Zayd Tariq إلى الأرض يعني اليابسة لأنه كان بالبحر، لما عاد
إلى اليابسة، طبعا عادة عن طريق قارب خفر السواحل. He was taken، تم أخذه. وين راح؟ من أخذ لليابسة. A straight back to his hotel، يعني straight يعني قبل، قبل مباشرة. أخذ رأسا من الهوتيل مالته اللي ساكن بيه مقيم. لو B back to Iraq، أخذ للعراق. لو C to get medical attention، لو C اللي هي ليحصل على الرعاية الطبية. Of course the answer is C. That was choose the correct answer. And now we should go to some questions, some important questions about Sayyid Tariq and his story with the shark that bit his arm. So let's go now, answer the following questions. أجب عن الأسئلة التالية. الخانة الأولى نخلكم السؤال، الثانية ترجمة السؤال، الثالثة الجواب، والرابعة ترجمة الجواب. So question one: Who was Zayd Tariq? من كان زيد طارق؟ الجواب: A tourist from Iraq. سائح من العراق. Number two: How old was Zayd Tariq? كم كان عمر زيد طارق؟ How old are you? أنت شو قد عمرك؟ 20 or 20. كان عمره 20 سنة. 3. Where was Zayd Tariq floating? وين كان يسبح أو يعوم؟ يا مكان. أين كان زيد طارق يعوم؟ In شرم الشيخ, Egypt. في شرم الشيخ وهي مدينة في مصر. 4. What did Zayd Tariq feel while he was floating? إيش حس؟ feel يشعر. إيش حس أو شعر بينما هو جاي يعوم؟ شنو الشيء اللي حس بيه؟ بماذا شعر وهو بينما هو يعوم؟ He felt something pushing. شعر بشيء يدفعه. What did Zayd Tariq think؟ هنا أنا شنو اعتقد؟ When something pushed him، لما أكو شيء دفعش، شنو اعتقد؟ شنو كان في ظن؟ He thought that his airbed had hit a piece of wood. اعتقد أنه الأيربد مات ضربة قطعة من الخشب. Number six. What was Zayd Tariq doing when he was attacked by the shark? سؤال بسيط، ممكن نفس سؤال سابق بغير صياغة. شان يسوي لما هاجم القرش؟ He was floating on his airbed. كان يعوم على الأيربد مالته. Okay, number seven. Why did Zayd Tariq fall into the water? ليش سقط بالماء؟ Because the shark pushed him hard. لأنه القرش دفع بقوة. Number 8. What did the shark do to Zayd Tariq? إيش سوى القرش لزيد طارق؟ The shark bit his arm. Arm، هاي المنطقة arm، مثل ما مرت علينا بالمحاضرة رقم واحد، أجزاء المفاصل والجسم. أنا عض إيده، عض ذراع. The shark bit his arm. Number 9. هنا ناين ممكن يجينا بسؤالين بنفس الصيغة. Why did Zayd Tariq scream؟ لماذا صرخ زيد طارق؟ أو Why did Zayd Tariq start praying؟ لماذا بدأ بالصلاة أو التضرع؟ طبعا because he thought he would die، لأنه اعتقد أنه خلاص حيموت، فلذلك ظل يصرخ ويتوسل ويتضرع. Number 10. What saved Tariq؟ هنا سؤال انتبهوا على كلمة what، لأن بعد شوية راح تختلف الوقت. شنو اللي أنقذ طارق؟ Six dolphins. Six dolphins. Number 11. What did the dolphins do to Zayd Tariq? إيش سوت الدلافين لزيد طارق؟ انتبهوا لا تخربطون بين إيش سوى القرش لزيد طارق عض إيده وبين الدلافين إيش سوت لزيد طارق. They here the answer. They made a circle around him to protect him. سووا حول دائرة حتى يحمو. Okay. 12. Why didn't the shark get near Zayd Tariq? ليش القرش ما قدر يقترب على زيد بعد؟ Because the dolphins made a circle around Zayd to protect him. لأنه الدلافين سوت دائرة عليه فما قدر يقترب. Number 13. Who heard Tariq's screams? من اللي سمع صرخات طارق؟ Coast Guard جميل العلوي هو الجواب. 14. Who saved Zayd Tariq? قبل شوية what saved Zayd Tariq؟ شنو اللي أنقذه؟ Six dolphins. Who يعني منو؟ من الشخص اللي أنقذه؟ طبعا
طبعا مستحيل تقول 6 dolphins because 6 dolphins are not human، لأن الدلافين مو بشر، ونسأل بكلمة who. إذن اللي أنقذه Coast Guard جميل العلوي. How؟ هذا السؤال تالي. How was زيد طارق saved؟ كيف تم إنقاذ زيد طارق؟ By boat، عن طريق القارب. Who saved him؟ جميل العلوي. Number 16. Who called the emergency services؟ أيضا سؤال عن شخص. من هو؟ من؟ دائما شوفوا كلمة who اللي هاي المكتوبة قدامكم، هذه يعني منو. How يعني شلون. نقول لك How are you؟ How are you؟ كيف حاله؟ إذن من اتصل بخدمات الطوارئ؟ Coast Guard أحمد المصري. 17. What was waiting for Tarek on the shore؟ شنو كان ينتظر طارق على الشور؟ شو كانت تنتظره؟ An ambulance، سيارة إسعاف. 18. Where was Zayd Tarek taken؟ وين أخذ زيد طارق؟ He was taken to the hospital to get medical attention. Okay, that's all for today. I think the lecture was a little bit beneficial for you, my students, my dear students, boys and girls. I hope it was good for you to understand what I did in this lecture. إن شاء الله تكون المحاضرة ممتعة ومفيدة وأنطتكم معلومات كاملة. لا، المحاضرة ما راح تكون مفيدة بحق إذا ما تكونوا مدونين كل شيء. أوكي، هذا كل شيء اليوم. إن شاء الله الدرس القادم راح يكون موضوع قواعدي جديد إن شاء الله، فأرجو أنه تخلون في بالكم إن شاء الله حتى تستفاد من الكورس بأقصى درجة. لازم تكون عندك المتابعة. شلون تكون عندي المتابعة؟ هو مو غرض ترويج أو كذا، إن شاء الله ما أحتاج ترويج ولا ببالي هذا الشيء، بس حتى أنت تستفاد وتكون عندك السلسلة مترابطة. حاول أنه القناة مال يوتيوب اللي تشوف بها هذا الفيديو تسوي لها متابعة، والجرس تفعله كذلك حتى تكون عندك إشعار، أو على قناتي أفضل، يعني ماكو فرق إن شاء الله، بس بقناتي راح تلقاني متسلسلة بسلسلة كاملة إن شاء الله، وأنزل كل يوم محاضرة بإذن الله. فحاول أنه تسوي متابعة أو تسوي المتابعة حتى لما ننزل شيء جديد ما يحتاجون نشوفون منشور، هو أصلا راح يجيكم إشعار وتقدرون تشوفون الفيديوز. Thanks a lot for watching. I was delighted and happy to give you all I have, all I know, my dear students. Take care. Goodbye.